خبر صادم يا جماعة الخير، عشاق كرة القدم ركزوا في الكلام. قدم ناصر الخليفي اليوم عرض لكيليان مبابي، اسم العرض العرض المحسن، راتب 50 مليون يورو صافي للجيب وعقد لمدة سنتين، وفي حال تم قبول العرض 100 مليون يورو بس انه يجدد. الصراحة بالنسبة لي التجديد لإمبابي مو من صالح برشلونة، واكتبوا ليش في التعليقات، خليت السؤال لكم. اعطوني تشلساويين، ابراموفيتش مستعد لبيع نادي تشلسي، هذا الشخص محروم من الدخول الى انجلترا نهائيا. اسمعوا يا جماعة الخير، هذا الشخص يملك الجنسية الصهيونية وهو اكثر شخص داعم لاسرائيل، لكن شوف وين وصل الحال، الحين يبي يبيع نادي تشلسي ومحروم من الدخول لانجلترا. هذا ذنب كل فلسطيني وطفل فلسطيني، اللهم زد وبارك عليهم. قول البلال ابراموفيتش طار والحمد لله ومع السلامة، فضلا وليس امرا فولو.